بصوا احنا عملنا حاجات كتير تتاكل بس لسه ما عملناش اللي يتشرب. النهارده حلقه عصاير، مش هسيب لك ابدا فرصه انك تحتاري النهارده تقدمي عصير ايه. لو عندك عزومه وعايزه تعملي، وانا ما بنصحش ان احنا ابدا نبقى يعني نعمل اكتر من صنف من اي حاجه، يعني لو عندك عزومه اعملي 2 نوع عصير بس مش اكتر من كده، علشان انت بتبقي عامله اكل وبتبقي عامله حلو، فالعصاير ان تبقى حلوه جدا ان انت ترضي من كل الاذواق وتعملي حاجتين بس. انا بقى النهارده هديكي ملف كامل لاحلى وافيد واجدد عصاير ممكن نفطر عليها. ليه بقى؟ احنا طول النهار يعني بنبقى محتاجين حاجه اول ما نفطر تروينا، مش كده وبس، تدينا فايده جامده جدا. فعلشان كده النهارده حضرت لكم ملف حلو قوي قوي للعصاير، تقدري ترجعي له في اي وقت، تعملي الحلقه سيف لو بتتفرجي عليها على السوشيال ميديا، ترجعي تتفرجي عليها تاني على كل القنوات او كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاع التن او على صفحتي. ليه بقى؟ الحلقه دي مهمه جدا جدا لينا كلنا. طيب اول حاجه هبدا بيها ايه؟ عصير الدوم. مش عارفه ليه ما بنفتكرش الدوم غير في رمضان مع انه موجود عندنا طول السنه. تعال اقول لكم المقادير بتاعته ايه. كل اللي هحتاجه علشان اعمل عصير الدوم هديكوا كمان يعني اختيارات، ممكن نعمله باللبن ممكن ما نعملوش باللبن. طب ازاي اعمل عصير دوم يبقى تحفه زي ما بنشربه بره بالظبط؟ في تركايه كده بسيطه هقول لكم عليها. هحتاج كوبايه دوم مجروش، هحتاج كوبايه سكر او كوبايه عسل زي ما انتوا عايزين. تمام، عايزين تستبدلوا السكر بالعسل اوكي، بس لما تيجوا تستبدلوا السكر بالعسل استخدموا ايه؟ نص مقدار السكر. يعني وجربوا الاول، لقيته تمام اوكي خلاص، لقيته لا انتوا عايزين سكر تاني حطوا. يبقى انا دلوقتي هستخدم ايه؟ كوبايه دوم مجروش، كوبايه سكر او عسل ابيض، ولتر لبن متلج لو عايزين بقى نحط عليه لبن، وميه سخنه. اول حاجه طبعا اول ما احنا كلنا هنا شفنا الدوم قلنا الله الدوم بتاع زمان، كنا زمان بناكله كده. فبقول لهم ايام بقى ما كنا عندنا سنين، يعني دلوقتي هو بيتباع في اماكن كتير مجروش بحالته دي اهو شايفينها، ما بحتاجش ان انا اجيبه بقى لا هو بيجي مجروش كده. اول حاجه هعمل ايه؟ الحل عندي على النار، هاخد السكر ده اكرمله. يبقى اذا ايه التركه اللي بقول لكم ان هي بتبقى فيها تركه بسيطه بتخليه زي بالظبط طعم الدوم اللي بنشربه بره، ان هما بيكرملوا السكر. تعالوا نكرمل السكر بمنتهى البساطه اهي، شايفين البخار ليه؟ لان عندي كانت الحله سخنه، ابعده عشان ما يتحرقش، مش هاجي جنبه خالص لحد ما ايه؟ لحد هو ما يغير لونه ويتكرمل. تمام؟ اهو ما بيجيش جنبه خالص، هرجعه تاني على النار اهو. اوكي؟ شايفينه؟ اهي بدأ ازاي يتكرمل؟ طبعا وانا بتعامل مع السكر يا جماعة أو مع الكراميل لازم أستخدم معلقة إيه؟ تكون خشب علشان الحرارة ما توصلش لإيدي فأنا أتلسع، لازم أتعامل بمعلقة خشب. بصوا بدأ يكرمل إزاي أهو أهو، لازم أكرمله كرملة غامقة علشان يديني اللون التحفة اللي أنا لما بشربه بره بقول الله الطعم واللون ده، ما هو مش لون الدوم اكيد يعني كله كده اهو. بصوا بقى غامق ازاي، شايفينه؟ حطيتلوش اي حاجة ولا نقطة مية خالص، وداب السكر اهو، داب خالص دلوقتي معايا. ابدأ دلوقتي اعمل ايه اهو؟ اقلب، وانا بقلب واخدين بالكو داب داب خالص، بصوا مفيش اي حاجة عندي مكلكعة، شايفينها؟ بصوا علشان هحط الدوم دلوقتي اهي، في اي حاجة عندي مكلكعة خالص اهي. بصوا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح نازلة بالدوم بتاعي واقلب اهو،
يبقى انا نزلت الدوم مع السكر المكرمل. شايفين ميه بقى بتغلي انا محضراها في الكتل، واروح اجيب ايه حاجه امسح بيها الحله، امسك بيها الحله بتاعتي علشان احط واقلب. شايفين اهو، لا في دي هتلسع. بصوا اهو بقلب واحط تاني وانا بقلب بس كده. انا الكمية اللي عندي تاخد لها، اللي انا عاملاها دي تاخد لها نص لتر مية. بقلب بصوا بقى لونه عامل ازاي، شايفين لونه عامل ازاي؟ شايفين والفايدة بتاعته كلها، ولونه ريحته تجنن. هسيبه ايه بقى كده يعمل ايه، يغلي غلوتين بس واشيله من على النار واصفيه. يبقى انا حطيت السكر الايه العادي بتاعي ماشي اوكي في حلة، جيت جنبه لا ما جيتش جنبه خالص 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 السكر لحد ما هو بدا يكرمل، ما كلكعش مني خالص لاني ما حطيتلوش ولا نقطه ميه ولا اي حاجه. السكر بدا يكرمل، قلبت 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 يديني لون غامق، مش لون المسكر مش الكراميل بتاعنا، لا الكراميل الغامق. وبعدين اروح حط عليه الدوم تقلبتين كده حلوين، وبعدين اروح حط عليه الميه السخنه. لو حطيتي ميه ساقعه هيكلكع معاكي، لو حطيتي ميه فتره من الحنفيه هيكلكع معاكي، لازم احط ميه سخنه. يبدا يغلي عندي اهو، وفك مفيش اي حاجه مكلكعه، ده الدوم واخدين بالكم اللون. طيب تعالوا كده بقى، انا كده خلصت الدوم بتاعي، اه فاضل لي ايه؟ فاضل لي اني اصفيه بس كده. اه بس كده خلصت خلصت الحدوته.